وقفتنا الاقتصادية بنشرة التاسعة، التفاصيل مع ليلى عمر. تفضلي ليلى. شكرا لكما إلهام نمر وحكمة عبد الحميد، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في نشرة التاسعة. أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية عن قطع مبرمج للكهرباء عن بعض المناطق، مشيرة إلى أن انقطاع التيار سيكون في أوقات الذروة، أي من 11 صباحا وحتى 5 مساء، لمدة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين حسب الحاجة. وأشارت الوزارة إلى أن توقيت قطع الكهرباء لكل منطقة سيتم الإعلان عنه قبل التنفيذ بساعة. أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على تباين خلال التداولات وسط استقرار أسعار النفط وترقب المستثمرين لتعليقات أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي المركزي الأمريكي سعياً لتأكيد رهانهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام. وارتفعت أسعار النفط وهي محفز للأسواق المالية في الخليج بنحو 4% بفعل التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وقبيل بيانات المخزونات الأمريكية. وصعد المؤشر القطري 2% واصلا مكاسبه للجلسة 13 في أطول موجة صعود خلال ما يقرب من عام. وهبط مؤشر أبوظبي 2% متأثرا بتراجع سهم العالمية القابضة 1.3% وألف للتعليم 2.6%. في أسواق البترول العالمية تباينت أسعار النفط خلال التعاملات مع ترقب المستثمرين للبيانات الأسبوعية للمخزونات الأمريكية من الخام. هذا وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2% إلى $85.10 للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 27% إلى $80.49 للبرميل، وزادت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.3% لتصل إلى $2.52 للتر. هذا وقفزت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 22% لتسجل $2.83 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كشف تقرير البنك الدولي أن شركة النفط في جميع أنحاء العالم أحرقت العام الماضي أكبر كمية من الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج النفط خلال 5 سنوات. وجاء في التقرير الرصد العالمي للحرق التلقائي للغاز التابع للبنك الدولي أن النمو في حرق الغاز محى أثر التخفيضات التي تم إحرازها في عامي 2021-2022، وأضاف أن الجهود العالمية للحد من الحرق التلقائي للغاز المصاحب لإنتاج النفط ليست مستدامة، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. أكد وزير المالية التركي محمد شيمشك أن التضخم يوشك أن ينحسر بشكل كبير، متوقعا تباطؤ التضخم إلى نحو 15% العام المقبل، بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية. هذا وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا 75.45% في مايو، لكن التغيرات الشاملة في السياسات الاقتصادية والتي كانت مثيرة للخلافات في السابق جرت خلال العام الماضي خلال تولي شيمشك المنصب، وبثت الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المتواصلة في الأسعار في نهاية المطاف. وقال وزير المالية التركي إن عجز الحساب الجاري سيقترب على الأرجح من 2% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 6% في العام الماضي، مؤكدا أن العجز المالي تحت السيطرة. أكدت وزارة العمل الأمريكية انخفاض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي، لكن سوق العمل بشكل عام احتفظ بقوته على الرغم من التراجع التدريجي. وأشارت وزارة العمل الأمريكية إلى أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بنحو 5000 طلب لتصل إلى 238,000 خلال الأسبوع المنتهي في 15 يونيو، وجاء ذلك بعد أن ارتفع العدد إلى أعلى مستوى في 10 أشهر في الأسبوع السابق له.
ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإلهام وحكمة استكمال ما تبقى من النشرة إليكم. شكرا لك ليلى عمر. صوت مجلس النواب الياباني ضد اقتراح بسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، ذلك عقب سن قانون معدل لمراقبة الأموال السياسية، والذي تعرض لانتقادات لعدم تمكنه من تحسين الشفافية المالية في البلاد على المستوى السياسي. وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو أنه تم تقديم الاقتراح من خلال الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، ودعمه أيضا ثاني أكبر حزب معارض في البلاد وهو حزب الابتكار الياباني وأحزاب صغيرة أخرى، فيما رفضته الكتلة الحاكمة المكونة من الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه كيشيدا وشريكه الأصغر حزب كوميتو والذي يشغل أغلبية المقاعد.